اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده معانا كبده ضاني، واحنا شطار في اعمال الكبده، سواء نقول الكبده الاسكندراني، كبده سندوتشات، كبده بالدمعه، كبده مشويه. النهارده الكبده نعملها بطريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. معقوله يا شيف في طرق جديده للكبده؟ ده احنا جبنا اخرها. لا، النهارده في طريقه جديده لعمل الكبده على طريقه المغازي، كبده بالبصل. هتتعمل ازاي؟ تفاصيلها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد كالعاده. معانا النهارده مكرونه بنه، مكرونه بالوايت صوص مع المشروم. المشروم بروتين نباتي واغنى انواع الخضار، غني بالبروتين النباتي، يعني بينافس كل انواع الخضار في البروتين النباتي. هنعمله النهارده مع مكرونه بنه مع الوايت صوص، لطيفه وجميله. انا شخصيا بحب نوع المكرونه لما يكون فيه صوص وايت كده، له طعم وله مذاق خاص. الحلو النهارده قبل المانجا ما توزعنا والشتاء دخل علينا، وانا شايف المانجا بدات تقل في السوق، فحبيت اوضحها النهارده بمافن. مافن المانجا بالمانجا. ايه التفاصيل يا عم الشيف؟ معانا مانجا قطع طعمها سكر عسل، ومعانا عصير مانجا، ومعانا مكونات المافن العاديه اللي هو البيض والدقيق، ولكن الفكر الطهوي جديد النهارده مع مافن المانجا بالمانجا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في انحاء العالم. معانا بصل ومعانا كبده ضاني. بصل احمر، بصل ابيض، مش هو ده الموضوع. الطريقه اللي هنشتغل بيها هي الموضوع. بصل معانا زي الفل، والمقادير على الشاشه، ومعانا شويه فلفل حار، ومعانا فلفل اخضر حار شويه. وتعالوا نشوف الشيف النهارده يعملها بطريقه جديده ازاي، وانا طبعا متاكد الكل يستمع باذن صاغيه الشيف المغازي هيعملها النهارده بطريقه ازاي. احنا الكبده دي غلبنا فيها في عمايلها، عملناها اسكندراني، عملناها بالطش، عملناها بالدمعه، عملناها مشويه، عملناها مع لسان عصفور، عملناها كل التفاصيل، ولكن مستر جوجل اللي هو الشيف المغازي يعني بطريقه جديده النهارده هقدم الكبده الضاني بطريقه مختلفه تماما وبدون تكلفه. بصل، كبده، فلفل حار، ثوم، عصره ليمون، شويه كمون، شويه فلفل، شويه ملح. حلوه. هنعمل ايه؟ معانا كسروله ازاز زي دي كده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا شوية دقيق ومعلقة نشا. نعم يا غالي. المافن في الفرن بقى ننساه شوية بقى ده كده، يعني أنا حطيته في الفرن كده عايز له تلت ساعة تقريبا، وهنشوفه مع بعض دلوقتي هيبقى مصيره إيه. هناخد البصل بتاعنا اللطيف ده كده، نقطعه شرايح. عندنا زيت غزير بيسخن. تحبوا اشرح لحضراتكم الطريقه النظري لعمال الكبده دي كده عشان نسهل على نفسنا؟ البصلايه دي هحمرها زي تحميره البصلايه بتاعه الكشري. هتدي بتقعد باش تضربها على راسك بقى وتقول هو انا كنت بقول كده، شفتوا ازاي؟ مش انا قلت لك يا ام احمد والجو اللي انا عارفه ده؟ ونقعد نخمن لسه، اصبر عليا شويه. هنحمر البصلايه دي زي الكشري، بصله الكشري. حلو الكلام؟ بس هنشوف ايه اللي يحصل بعد كده. يا فندم اقسم بالله اي حاجه عايز اشيلها منها اشيلها لك، انت عارف انا بحبك. يا فندم هنا كويس تمام؟ حاضر عينيا. معايا مخرج شاطر بحب اريحه، حتى لو قال لي اطلع من الاستوديو هطلع. شفتوا؟ طيب ناخد البصلايه دي كده. فكره انك تحمريها، معلش انا بحب البصل ده، خلونا ناخد دي كده. البصل الصغير ده بلاقيه بالصدفه كده، بحب شكله، بيبقى عامل زي المنجايه وطعمه حلو وسعره عادي زي سعر البصل العادي. شفت البصليه عامله ازاي؟ خدها كده برضو. ده لما تعمليه في السلطه بيبقى طعمه حلو قوي على فكره. انصحك لما تعملي سلطه تشتري البصل ده. معانا فلفل حار، كل انواع الفلفل، احمر اخضر اللي عندك، الطريقه دي كده يعني التجديد والتغيير في انك تعملي طبق بنفس الماتيريال وبنفس التكاليف حاجه حلوه.
ادي الفلفل مع البصل مع بعضهم كده زي الفل. تسلم ايدك يا عم الشيف. نحط شويه ثوم عليهم، شويه ملح عليهم، شويه دقيق عليهم، شويه نشا. حلو ده كله على البصلايه. دي طريقه جديده. شويه كمون، شويه بابريكا، وعندي زيت بيسخن، عصره ليمون حلوه علشان كل ده يجتمع مع بعض. ايه رايك افتح لك الفرن تبص على حاجه حلوه؟ ده انت جايب ايه؟ ايه الحلاوه الجميله ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ده عصره ليمون. بص على الحلاوه، شوف المانجا ودلع المانجا. شفتها؟ لو المانجا بص قويه، شخصيتها قويه حتى في الفرن، مخليه المافن وحدها كبيره ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. وقت ما تقول لي في الماشي، شفتوا الخلطه دي كده؟ زي الفل. نشا، دقيق، بصل، فلفل حار، تومه، عصره ليمون. اي لسه انا قاري دماغك انا والله. حلو. نعم، عرفتي ليه انا بدات بالمافن الاول؟ عشان وقته كده يبقى خلصت منه. ناخد البصلايه دي بعد ما دلعناها بالشكل ده كده. حلو. ونروح على الزيت. اللهم صل على النبي. وناخد البصل ده كده في قلب الزيت. دي كبده يا شيف متاكد؟ بالله عليكي تصبري عليا شويه لو بتحبيني يعني. حلو. ونسيب دول يتحمروا حلو قوي لغايه كده. احنا زي الفل يا عم الشيف. اللي بتعمله ده نقدر نعمله، تقدري تعملي اللي انا بعمله ده كمان. اللي انا هحطه ده دلوقتي علشان الناس اللي مش بتحب ريحه البصل ولا ريحه الثوم بتروح الشغل. حلو. طيب تعالوا مع بعض نشوف الكبده اخبارها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا طاسه على النار تسخن جيدا، معانا كبده ضاني. نعم والله، حتى لو جبت كبده جملي نفس الطريقه تعملها. بقول لك الكلام ده على اساس ان هو اكل كبده جملي، يعني كبده الجملي نعملها بنفس الطريقه. كبده فراخ نعملها بنفس الطريقه؟ لا. كبده بقري نعملها بنفس الطريقه؟ وهكذا. هناخد الكبده بتاعتنا الحلوه دي. الله. طبعا بتوصي الراجل الجزار الطيب ابن الحته، قولوا له قطعها لي عصافير او زي لسان العصفور كده. حلو. دي سهله. والكبده ما تتغسلش يا امي بعد التقطيع، خلي بالك قاعده المغازي بتقول ممنوع منعا باتا. اكتبها على باب التلاجة كده وباب الديب فريزر. انا عارف انك انت مخزنه كبده ومخزنه لحمه، ربنا يزيدك. ممنوع منعا باتا. مين اللي بيقول؟ المغازي، من قواعد المطبخ. ممنوع منعا باتا غسيل الكبده بعد التقطيع. اغسليها قبل التقطيع زي ما انت عايزه، نشفيها بشاشه بمنديل مبلول ميه عادي، انما تغسلي الكبده بعد التقطيع دي مصيبه. خلي بالك. هنحط توم، شويه بقدونس. حلو. معانا طاسه شديده الحراره والبصلية بتتحمر في قلب الزيت. بص عليها كده، بص على الحلاوه بالله عليك. شفت البصلية عايزها تتحمص كده وتبقى ايه، مقرمشه، تاخد راحتها خالص في قلب الزيت. عندنا بابريكا، عندنا كمون، شويه كبده. حكايه دي عايزه شويه مكرونه زي اللي هعملهم دلوقتي، او شويه رز ابيض، او رز بالشعريه زي ما انت عايز، او العيش تعملها سندوتشات برده مفيش اي مشكله. كزبره ناشفه. اهم حاجه عندي طاسه على النار بتسخن. هحط في الطاسه دي دلوقتي شويه زيت. حلو. ومع الزيت ده هحط مكعب من الزبده. الزيت يسخن جيدا مع إضافة الزبدة يليها الكبدة مباشرة. حلو الكلام؟ وطريقة جديدة. نقلب اللي أنا حطيته ده كله مع بعضه. نحط الزبدة هنا. تعالوا نقلب اللي احنا حطيناه على الكبدة.
ثوم، بقدونس، بهارات، كبدة شربت من كل ده، انسل الزفارة مكان بينا ونقلب كده تقليبة حلوة. نعم، ما انا حاطط فلفل حار يا طيب مع البصلة، لو حطيت فلفل حار هنا مش هنقدر ناكلها، ما لازم نفهم الاخر ايه اللي هيحصل في الاخر بقى. حاجات لطيفة جدا، بصلية بتتحمر معاها فلفل حار، معاها طعم، معاها كل حاجة، والكبدة هنا جاهزة. اخبار الزيت مع الزبدة، ننزل بقى كده اهو، يلا بسرعة. هو ده، تاخد الصدمة النارية دي اهو ونقلب. الله، شيلك ده من هنا خالص عشان عارف دي مضايقاك يا عم طارق. يلا دلعني بقى. شفت الحلاوه دي؟ كيف ده؟ المجتمع والعالم يشهد طريقه جديده لعمل الكبده الضاني ولاول مره، وحقوق الطبع لدينا وبس. الكبده انا استوت بس ضعيفه الشخصيه، ضعيفه الطعم. تعالوا مع بعض كده ناخد بعضينا ونشوف بقى ايه الطريقه الجديده للمغازي وجع راسنا فيها. بصل والخبره، الحاجات الحلوه اللي مع البصلية اللي اتحمرت ديت بالنعناع بكل حاجه. انا اخدها، ده مهم جدا النعناع ده، وناخد بعضينا كده ونروح فين؟ عند الكبه. اللهم صل على النبي. اول حاجه باخد ورق النعناع. الله، ما حطيتش العرق، العرق هنا ناشف، عامل زي الحطب، مش عايزه. ده انا عايزه ورق النعناع. شفت ازاي؟ تعلمي بالله عليك اللي انا بعمله ده. ده ورق النعناع. انسى هتاكل الكبده بالطريقه دي، ولا ريحه بقك هيبقى فيها لا بصل ولا ثوم. لسه ما خلصتش انا. فيها فلفل حار، فيها حب، فيها خبرة السنين، فيها. يلا بينا، يلا بينا في قلب الكبة. اللهم صل على النبي. خلص الكلام، شفت يا مخرجنا الشقاوة؟ ده على فين؟ بالله عليك، على بالنبي ما تضيع الفرصة دي، مستقبلي في الطاسة دي. والمغازي جاب سر الخلاصة وجاب الخلاصة. هو ده. نقلب. الله، ايه ده يا مغازي؟ ايه الاختراع ده يا راجل يا طيب؟ روح ربنا يوعدك بزيارة النبي، دعوة مستجابة من كل اللي بيشوفوني يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ كبدة لأول مرة تاكليها، البصلة نازلة مقرمشة، نازلة خرز، نزلت على كبدة مستوية، بتناديها بتقولي لها الحقيني بالطعم. ألف أنا وشفا اللي ياكل من الكبدة دي، يعملها سندوتش ماشي، هيلاقيها سبايسي ماشي، هيلاقيها حار ماشي، هيلاقي فيها الطعم اللي هو عايزه ماشي. أهو إيه الحلاوة دي؟ ألف أنا وشفا اللي ياكل منها. بس زي ما هي كده ونقدمها لحضراتكم. في حاجة لطيفة بقى، عندنا الولاد بيحبوا طعم الكريمه اللباني، دي اضافه وده اختياري حسب الرغبه. والله حبيتي تجودي وتحطي وش الكريمه اللباني دي كده على وش الكبده دي كده، شفت الشيب بيعمل ايه؟ زي كده. راحت في حته تانيه. يلا حلو. ونقلبها. ايه ده؟ ايه ده؟ ألف أنا وشفا، ابنك لما ياكل منها قولوا له الشيف المغازي عملها بالطريقة دي. نقدمها لحضراتكم، يلا بينا. اللهم صل على النبي. دايما الكبدة تحب الفلفل الحار، برزنتيشن كده، الجو ده احنا عارفينه. ناخدها كده ونغرفها هنا كده مع مخرجنا. ألف هنا وشيف اللي ياكل منها. طبعا كل اللي بيتابعوني دلوقتي انا عارف ايه اللي هيحصل،
كله هيمسك التليفون ويبحث على جوجل هي فعلا حقوق الطبع بس؟ اه حقوق الطبع لدينا بس. ونتابع مع بعض على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي، نقول إيه الطريقة دي، واللي عايز الوصفة يرجع للطريقة. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة، قدرنا نعمل النهاردة الكبدة بطريقة جديدة مع البصل وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. وإخواننا بتوع المطاعم لما يعملوها لازم يحط اللوجو بتاع القناة الأولى والشيف المغازة عندهم في المحل، لأن الاختراع الطهوي والفكر الطهوي ده لا يدرس، ده بيجي بالحب. معانا مكرونة لطيفة وجميلة عملناها مع الوايت صوص والمشروم، عملنا مافن بالمانجا جواه مانجا للي بيعشق المانجا زي الشيف المغازي كده، ويفضل اختيارنا للمانجا ما يكونش فيها شعر. مطبخنا بسيط وسهل، صدقوني الماتيريال والتكلفة والحاجة اللي أنا جايبها في متناول أي حد، ولكن الفكر الطهوي والأسلوب الطهوي وحبك للمطبخ ده اللي لازم يتواجد عندك، لأن مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية والحب جوه بيتك اللي هو المطبخ. من المطبخ بيبدأ الحديث الحلو والكلام الحلو على السفرة. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.